إخوان أخوات مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من الإخوان، ما تديوش على هذه الابتسامة ولاد عمامي، حيت هذا الخبر اللي غادي نشارك معكم راه ما كيفرحش، خبر كارثي. هما كيتكلموا على خطأ فني، ولكن أولاد عمامي هذا الخطأ الفني نعم كيعطي الفرصة للشركات ابتداء من 22 من هذا الشهر يجريو علينا ديسبيدو ان بروسيدينتي، تمشي لدارك، يعطيوك التعويضات ديالك وباي باي. ماشي داكشي اللي كاين حتى لدابا، داكشي اللي كان باي باي، حتى لدابا كانت واحد الحماية. في هاد الحالات هادو اللي غادي نتكلموا فيهم حتى لدابا كنا محميين. اذا الشركه جرات علينا القضاء والقانون كيقول باللي ايه بزز منكم، خصكم ترجعوهم الوظائف ديالهم. ما كاين بو ديسبيدو، ما كاين بو طرد وتعويضات، نو يرجعوا العمل ديالهم. دابا نو، دابا ما كاين بو يرجعوا العمل ديالهم، نو. دابا يقدروا يجريو عليك، يعطيوك التعويضات ديالك وباي باي. علاش؟ حيت طلبتي هاد الشيء اللي غادي نشارك معاك. في حالة طلبتوا هاد الشيء اللي غادي نشارك معكم ابتداء من 22 من هاد الشهر، يقدروا يجريو عليكم من العمل. أيها ولاد عمامي، أخبار كاينين، قوانين كاينين، مقالات كاينين، خص غير اللي قلب. أما أنت الحميري، أنت استنى حتى يخرج بن شريف البارودي ابو رزان ايمان، عاد نقل انت، عاد عمل فيديوهات ديالك، وجد الورقه وستيلو، سجل تما وبدا تقفقف تما في البيسي، بحال الا زعما الخبر راه جبتيه انت، بحال الخبر زعما لقيتيه انت، راه كلشي عايق بيك. ولكن انت اسمع ليا مزيان ولد عمي، اذا ما ربيتكش ما سميتيش بن شريف، حيت هذاك الفيديو اللي خرجتي به بهادوك الاتهامات، خرجتي بواحد اللايف ديال تيك توك اللي دايز عليه دابا شهرين ولا 3 شهور، لا علاقه بهادوك الاتهامات اللي خرجتي بهم، راه غادي تجيبها في مخك. اذا ما خرجتيش تحيد هذاك الفيديو وتعمل فيديو اخر فين غادي تطلب السماحه مني، انا ما سميتيش بن شريف. اخر مره جبرتك انك تحيد هذاك الفيديو، هاد المره غادي نتلاقاو في خوذ قاضوس وغادي تبت هادوك الاتهامات، هذاك التشهير باللي بن شريف سمسار، بن شريف كيتاجر في المهاجرين. والله يا يماك اذا ما ربيتكش ما سميتيش بن شريف، غادي ترجع بحال شي كليب باش تعرف اللعب ديالك فين غيوصلك. حاجة أخرى، أننا نمعنيو ونضربو المعاني على بعضياتنا بلا ما نذكرو سميات، بلا ما نهزو الفيديوهات، بلا ما نهزو مقاطع ديال الأوديو. حتى واحد ما يقدر يتهمك، حتى واحد ما يقدر يتابعك، حتى واحد ما يقدر يرفع عليك شي دعوة ديال التشهير. ولكن أولد عمي، ملي أنت كتخرج بالفيديوهات ديال بن شريف والاوديوات ديال بن شريف وكتهمو بشي حاجه اللي لا علاقه، والله اذا ما ربيتك ما سميتي بن شريف، هادشي اللي غادي نخسر عليك. نربي بابك، نربي تاصيل تيمك، هاديك ماماك اللي ما ربطكش انا غادي نربيك. بالا ولد عمي، انتظر ولد عمي، انتظر، ماشي الكلام في المواقع، دابا في الواقعه ولد عمي. بالي دابا انقل ولد عمي، سمعوا لي مزيان الاخوان، سمحوا لي واعتذر، حيت ولاد عمامي كاين واحد الحاجه، انك تصح الناس نعم، تخرج تكذب الاكاذيب ديالهم، الاستحمار ديالهم نعم، رغم ان نعم كنقصحوا شويه حيت هاد الناس ما بغاوش يحشموا، نورمال الكلام ديالنا ولا الطريقه ديالنا ما كتعجبهمش. ولكن ولاد عمامي، عمر ما سمينا شي واحد ولا خرجنا بشي تصويره ديال شي واحد ولا الفيديو ديال شي واحد ولا ذكرنا السميه ديال شي واحد، نو. ولكن ملي كتوصل انت انك تخرج بطال، خصك تحمل مسؤوليه،
تحمل المسؤولية حيت هادوك الاتهامات خطيرة وكيعاقب عليهم القانون. فوالا ولد عمي، إذا ما عندكش الإثباتات، إذا عندك الإثباتات أراهم، خرج بيهم، شاركهم. فوالا ولد عمي، حيت ديك الساعة راه ما عندي ما ندير، ولكن دابا راه أنا قلتك. المهم، إما يوصلك داك الشيء ولا المهم في المحكمة. اسمع، طولت عليكم، غير سمحوا لي الاخوان، غير سمحوا لي وكنعتذر منكم. راه ما كاينش معاه من اولاد عمامي، ما كاينش معاه من ملي كتشوف بنادم عنده هاد التصنطيحه هادي، سيد معروف كينقل حاضيك، اي فيديو نزلتي غير بساعه كيجي من موراك، ملي تخرج تقول لي ايه اشريف بارك، ماشي مره ولا جوج، وبسيد ما بغاش يحشم، راه ما كاينش معاه من، وعاد كيزيدها هو تصنطيحه بحال زعما راك والو، خراي زبل شطر، ما عندك والو، ما عندك والو ولد عمي، ما عندك ما تعطي، ما عندك ما تفيد. بالي بحال كونتراتو ريغو سوسيال، قال كونتراتو ريغو سوسيال، نشرح لكم ريغو سوسيال شنو، ها تيبو دي كونتراتو ما شرحتيش، ها الشركه خصها تكون ليمبيو مع السورة سوسيال وكذا، واش انديفينيدو، واش ديال العام، واش كذا، ها انت دابا تشرح، انت شنو غادي تشرح انت، ها شوف لك غير الملخصه ديال الكره، ما ولد عمي هادشي راه بزاف عليك باش توصل المستوى ديال الناس اللي كتقلب على المعلومه، بزاف عليك ولد عمي، نشطب بك الارض انا، ولا حتى نشطب بك الارض رغم ان ما عندناش اللغه. بالي المهم هنا الاخوان، اديوس على بروتيكسيون دي لوس ترافاخادوريس، باي باي، وداعا للحمايه، لحمايه العمال. حتى لدابا كنا محميين بالا ولاد عمامي، ولكن بهذا القانون اللي قلت لكم ديال باريضاد، القانون ديال باريضاد شنو هو؟ جاو يصدقوا على واحد القانون اللي غادي يعطي مزيد من الحقوق للنساء، كنتكلموا على الوظائف، كنتكلموا على العمل. هذا القانون ديال باريضاد غادي يجعل ولا غادي يفرض على الشركات ان كاينين بعض الوظائف الاخوان اللي كيحتكروهم غير رجال، النساء كيقصيوهم. بهذا القانون خص يكون 50-50، خص يكون داكشي 50-50. بالي كنتكلموا على المساواه، هذا هو القانون ديال باريضاد، صدقوا على هذا القانون او حيدوا لينا، زولوا لينا هاد الحمايه اللي كانت عندنا. علاش؟ على حساب هما، على حساب ما كيقولوا هما باللي ملي كتبوا هاد القانون، ملي ريداكتاو هاد القانون ما كتبوش مزيان، وكيقولوا لنا باللي في القريب غادي يصحوا هاد الغلط، غلط خطا فني كيتكلموا عليه، كنتكلموا على وزاره ديال وزاره المساواه. فوالا ولاد عمامي، فوقاش يقدروا يجريو علينا؟ علاش ما بقاتش عندنا هاد الحمايه؟ في شنو؟ في اي حالات فوقاش يقدروا يجريو علينا؟ اسمع ليا مزيان ولد عمي، اديوس على على بروتكسيون دي لوس ترافاخادوريس، اون ايرور ان لا لي دي باريداد بيرميتيرا ديسبيدير ا امبليادوس كي سوليسيتين كامبيوس دي جورنادا. نعم، باي باي الحماية العمال، واحد الخطا في القانون ديال باريداد اللي قلت لكم غادي يسمح، نعم، للشركات يطردونا. فوقاش؟ في حالة طلبنا الإخوان مثلا هذاك التصريح ديال 5 أيام باش نقابلوا شي واحد من العائلة ديالنا مريض كذا، وفي حالة طلبنا، نعم، كامبيوس دي خورنادا، تغيير في الساعات ديال العمل. شكون كيطلب تغيير ديال الساعات ديال العمل؟ خونا يطرب أخو، الناس اللي عندها الوليدات. نعم كنتكلموا على القضيه ديال هذا التوفيق، التوفيق ما بين العمل والاسره، اي كونسيلياسيون. في هاد جوج الحالات، في هاد جوج الحالات اذا قمتي بالطلب ديال هاد الشيء اللي قلتك للشركه، الشركه تقدر تجري عليك. حتى لدابا، حتى لدابا القانون كان كيحمينا غير من العام اللي فات، العام اللي فات صوبوا عملوا واحد التغيير في القانون باش يحميونا في هاد الحالات،
نه الشركه ما كانتش تقدر تجري علينا. في هاد الحالات هادو اذا جرت عليك القضاء اوتوماتيكامنتي كان كيفرض عليهم كيبزز عليهم يرجعوك الوظيفه ديالك. ما كاين بو نجري عليك نعطيك نقول التعويضات ديالك ديسبيدون بروفيدينتي طالكوال وباي باي. نو 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 كان القضاء كيفرض على الشركات كيبزز على الشركات يرجعوك العمل ديالك. في حاله جراو عليك نقولوا في هذا الشيء هذا اللي قلت لكم طلبتي شي بيرميسو ولا الكامبيو الاخوان نقولوا دي خورنادا دي ترابخو. دابا نو بهذا القانون هذا دي باريدا ديال المساواة وطال وكوال طال ايه ابتداء من 22 من هذا اسميتو من هذا الشهر باي باي يقدروا يجريو علينا يعطيو لنا التعويضات ديالنا. نعم يعطيو لنا التعويضات ديالنا حيت كنتكلموا على ديسبيدو ان بروسيدينتي على طرد التعسفي يعطيو لنا داك الطال اللي عندنا فيها الحق وباي باي. هما قالوا بلي غيصحوا هادشي غادي نشوفوا. خصكم تعرفوا هادشي اللي كنقول لكم هنا ايغوالداد ابروميتيدو سوبسانار لو انتيس بوسيبل. نعم وزاره المساواه كتوعدنا بلي غادي تحاول تصحح هاد الخطا الفني في اقرب وقت. هنا كيتكلموا على نعم اون ايرور تكنيكو الا لي دي باريداد واحد الخطا فني اللي وقع في هذا القانون اللي يلا صدقوا عليه. هاد لا لي دي باريداد هاد لا لي دي باريداد قلتها لكم الاخوان عندها علاقه غير بالمساواه. نعم الاخوان فده في الوظائف حتى لدابا كانوا بعض الوظائف اللي الشركات كيهزوا ولا كيخدموا غير رجال. دابا بهذا القانون هادوك الشركات خصهم 50-50 المساواه. اي في هذا القانون هذا اللي صدقوا عليه اعملوا هذا الخطا هذا. نعم ولا عمي كي بيرميتيرا لاس امبريساس ديسبيدير ا لوس ترابخادوريس كي سوليسيتين بيرميسوس او كامبيوس دي خورنادا بور كونسيلياسيون. نعم هاد الاخوان هذا الخطا الفني اللي تعمل في هذا القانون هذا غادي يعطي الحق للشركات يطردوك ولا يطردوا العمال اللي كيطالبوا بالتصاريح ولا تغيير ساعات العمل. أيها ولد عمي هنا ولد عمي اسمع في 22 أغسطس سيدخل القانون الأساسي رقم 2/2024 بشأن التمثيل المتساوي والحضور المتوازن للنساء والرجال حيث التنفيذ ويضع قانون التكافؤ الإخوان تعديلات مختلفة على قانون سميتو العمال الإخوان لإدراج تدابير مختلفة لحقوق العمال. هادشي اللي غادي يدخل حيث التنفيذ 22 واخا اسمع هنا. ومع ذلك فإن وجود خطأ فني في صياغة القاعدة عندما يدخل حيز التنفيذ من الممكن للشركة أن تطرد الأشخاص الذين يستخدمون إجازتهم لمدة 5 أيام لرعاية أفراد الأسرة نعم المرضى أو طلب تغيير الوظيفة بل يوم الصلاحية العائلية. نعم الكامبيو دي اوراريو كامبيو دي خورنادا ريدكسيون دي خورنادا باش نعم يكون داك التوفيق ولا نعمل هذاك التوفيق ما بين العمال والاسره. نعم الوليدات في هاد التصاريح وفي هاد الشيء اللي قلت لكم ابتداء من 22 يقدروا يجريو علينا. بالا ولاد عمامي ماشي بزاف الاخوان كانوا عملوا اصلاح في هاد الشيء هذا على الرغم من أن الحكومة قامت بحماية هذه الحقوق قبل عام غير هادي عام من خلال مرسوم ملكي بقانون تم التصديق عليه ولا تصديق نعم التصديق عليه الإخوان من قبل المندوب الدائم للكونغرس. فإن التعديل الذي أدخله القانون الجديد يغير كل شيء. هاد القانون ديال باريدا اللي يلا غادي يدخل نهار 22 غادي يغير كلشي. هاد الحمايه اللي يلا صدقوا عليها هادي عام غادي تمشي. سمع شنو كان حتى لدابا كيف قلت لكم حتى لدابا كانت عندنا الحمايه. القاضي كان كيحكم على الشركه ان هذاك الخدام خصو يرجع للبوستو ديالو. دابا نو بونو دابا نو نهار 22 ابتداء من نهار 22 دابا حاليا كاين هادشي حاليا
ديال 22 هاد الحماية مشات. اسمع حاليا حاليا شنو كاين. إن كان أمام القاضي أن يحكم على عملية الفصل هذه باعتبارها لاغية وباطلة، ويجبر الشركات على إعادة العامل إلى عمله. هذا الشيء اللي كاين حاليا، هذا هو الخطأ، ولا هذه هي الحماية اللي زولوها لنا بهذا القانون اللي غادي يدخل حيز التنفيذ نهار 22. طلبتي هاد التصريح هذا ديال 5 أيام مثلا باش نعم تقابل شي واحد من العائلة ديالك حيت مريض وطالو كوال، ايه طلبتي هذا يقدروا يجريو عليك، يعطيك التعويضة ديالك باي باي. عندك الوليدات وكوال وكوال، بغيتي نعم ريدوكسيون دو خرناضة ولا كامبيو دي اوراريو طالو كوال، ايه يقدروا يجريو عليك ابتداء من 22. دابا حاليا محمي محمي، حيت القضاء ايه كيفرض كيجبر الشركات انهم يرجعوا هذاك العميل البوستو ديالو، ما كاين بو نعطيه التعويضات ديالو باي باي، نو هاد الحمايه مشات ولد عمي ولا غادي تمشي ابتداء من 22. اذا ما عملوش شي تغيير قبل من ما كنضمش 22 ما بقى والو، ولكن نستناو نستناو الشيء اللي خصكم تعرفوا ابتداء من 22. بلا ولاد عمامي نعم، هنا سيتغير الاخوان الان غير مقابله يمكن للشركه الاخوان فصل سميتو نعم العمال الاخوان من سميتو في هذه الحالات وسيتعين عليها دفع التعويض، لكنها لن تكون ملزمه الاخوان باعاده نعم الموظف الى عمله. داكشي اللي قلت لكم بلا ولاد عمامي، تحياتي لكم، لايكات والبارطاجات تشي فيديو ان شاء الله، وسمحوا لينا طولنا عليكم بزاف.